كما تعرفون، اللي كان ضمن مجلس المستشارين هنا في الداخلة، كتجي في إطار سلسلة الندوات الموضوعاتية اللي كنظموا في اللي قررنا نظموها في مختلف جهات المملكة استعدادا للملتقى البرلماني الثالث للجهات اللي غادي ينظم مجلس المستشارين إن شاء الله خلال شهر سبتمبر القادم. هذه الندوة كذلك كتجي في سياق التعبئة الوطنية التي يجب أن تبقى في أعلى مستوياتها من أجل مواجهة ما يحاك ضد المصالح العليا لبلدنا وضد وحدتنا الوطنية من مؤامرات يظهر أنها لن تتوقف. كما أن هذه الندوة من دون أن نخطط لذلك كتجي متزامنة مع الزيارة التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لأقاليمنا الجنوبية في إطار المحاولات التي يبذلها من أجل تحريك مسلسل المفاوضات بشأن هذا النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. ونتمنى يعني لأنكم تابعتم المداخلات والكلمات أن تصل الرسائل هذه الندوة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. أولا رسالة متعلقة بأن المغرب بكافة مكوناته وقواه الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك جاد في المبادرات التي يطرحها، وخاصة المبادرة الوطنية المتعلقة بالحكم الذاتي باعتبارها سقف أي مفاوضات محتملة بشأن تسوية هذا النزاع الذي عمر طويلا والذي مع الأسف لا يزال يجسد في الجانب الآخر استمرار عقلية الحرب الباردة. ثانيا مجلس المستشارين في هذه الندوة يحاول يتحمل مسؤوليته من أجل مواكبة ومن أجل تتبع ورصد الخطوات المتعلقة بتنزيل وتفعيل المشاريع العملاقة المتضمنة في النموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية. ونحن نعبر عن اعتزازنا كون أن هذه الندوة مرة أخرى تحظى برعاية ملكية سامية، وهي الرعاية اللي كتجسد الحرص ديال جلالة الملك على مواكبة كل ما له صلة بطموحنا الوطني المتعلق بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبإتاحة إمكانيات الولوج إلى الحقوق بالنسبة لساكنة أقاليمنا الجنوبية. وبطبيعة الحال فمجلس المستشارين كيف ما سبق لنا أن أعلننا على ذلك في مناسبات مختلفة كيطمح من خلال هذه الملتقيات إلى أن يضطلع بما نسميه بوظائف برلمان الجهات، لأن مجلس المستشارين هو امتداد للمجالس الترابية والمجالس الجهوية، ونحن في المجلس حريصون أشد ما يكون الحرص على أن نلعب الدور ديالنا كاملا فيما يتعلق بمواكبة هذا الورش الكبير والاستراتيجي المتعلق بالجهوية المتقدمة، على اعتبار أن الجهوية المتقدمة تقدم مفاتيح الحلول للانتظارات ديال المجتمع والتطلعات ديال المواطنات والمواطنين في كافة المجالات. وبطبيعة الحال النقاش خلال هذه الجلسة السابقة وخلال الجلسات اللاحقة سينصب على رصد ما أنجزناه حتى الآن من خطوات وما يعني قطعناه حتى الآن من مسافات من أجل الوفاء بكل الالتزامات التي قطعتها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وكذلك القطاع الخاص من أجل رؤية هذا النموذج التنموي الذي يقدم يعني تجربة فريدة. نعم كنعاود نأكدها، يقدم تجربة فريدة لأنه بين يدينا دراسة حول تجارب مقارنة، وقد تأكد لنا بأن النموذج التنموي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أساس مقاربة تشاركية واسعة النطاق مع جميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ومع المؤسسات والمنتخبين، وهي النموذج التنموي اللي كان خلاصة عمل تشاركي، الآن صار هذا النموذج التنموي فيه خارطة طريق واضحة، فيه برنامج واضح، رصدت له إمكانيات
وبحسب ما استمعنا إليه على لسان السيد رئيس الحكومة المحترم قبل أقل من شهر، فإن هذا البرنامج يتقدم ونسبة الإنجاز في تصاعد مستمر، وإحنا كمجلس مستشارين باعتبار تركيبة ديالو نواكب هذا المجهود الضخم الذي تقوم به حكومة بلدنا من أجل الوفاء بالمشاريع وبالالتزامات اللي موجودة في النموذج التنموي الجديد، من أجل أننا نقطع خطوات أخرى على هذا الدرب الطويل، درب النهوض بكل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفتح الأبواب على مصراعيها من أجل ولوج ساكنة هذه الأقاليم العزيزة علينا إلى كافة حقوقها كيفما هي منصوص عليها في الدستور. وهذا جزء من عمل وطني كبير يرعاه ويقوده جلالة الملك من أجل يعني وطن يتسع لجميع أبنائه، من أجل وطن يضمن يعني الحقوق من خلال سياسات عمومية، ويضمن كذلك يعني التقدم بثبات الأمام رغم الصعوبات ورغم العوائق التي يمكن أن نصادفها في الطريق. يقوم بها المبعوث العام للسيد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء المغربية، وكذلك بعد سنتين من إعمال النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، هذا الإعمال الذي أشرف جلالة الملك حفظه الله شخصيا يوم 7 نوفمبر 2015، حيث شهد هذا اليوم إعطاء الانطلاقة من خلال إمضاء عدة اتفاقيات في عدة مجالات وقطاعات، معلنا بهذا ومكرسا بهذا الدخول في إعطاء مضمون عملي للنموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية. هذه المشاريع التي تهم الفترة بين 2015 و2021، وستجند لها ما مجموعه 80 مليار من الدراهم خلال هذه الفترة، مما سيكون له انعكاس على حجم الثروات المنتجة داخل المكونات الثلاث أو الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية من جهة، وكذلك على صعيد إنعاش التشغيل وما لهذا من آثار على انخفاض نسبة البطالة وخاصة بطالة الشباب وبطالة النساء. انتظارات أولا هو الوقوف عندما تم إنجازه على الصعيد التنموي من خلال تفعيل النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية. ثانيا هو صقل المرافعة الوطنية بالنسبة للقضية قضية الصحراء المغربية على ضوء المستجدات، وخاصة الجيل الجديد للحروب التي بدأ يطورها أعداء الوحدة الترابية، ولكن كذلك استشراف الآفاق الممكنة في إطار إعطاء مضمون عملي لمشروع الحكم الذاتي في إطار الجهوية الموسعة، وهذا بحضور كل الفعاليات المنتخبة وممثلي السلطة والمجتمع المدني والجمعيات المهنية والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وفعاليات عدة تشكل القوى الحية للجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية للمملكة.